قائم على إنشاء أكبر مصحف شريف بالعالم، الهدف منه إيصال محتوى القرآن الكريم للشعوب الناطقة بغير اللغة العربية. الكتاب راح يدخل بثلاث أرقام قياسية بموسوعة جينيس كأكبر كتاب بالعالم، أثقل كتاب بالعالم وزن، راح يتجاوز وزنه 33 طن. أسمك كتاب بالعالم، سماكته هو مغلق 11 متر و 33 سنتي. ميزت الكتاب أنه بيفتح بيسكر نظام حركة ميكانيكية إلكترونية ومترجم لكافة لغات العالم الأساسية عن طريق شاشات العرض البلازما. أي صفحة من الكتاب من القرآن راح تفتح على منصة العرض، راح يستشعرها جهاز استشعار ومباشرة يعطي ترجمتها للغة اللي احنا بنكون طالبينها. فكرة من جيت على الأردن عم بعيدها للمرة الثانية، كنت أنا نفذت بسوريا، اشتغلت منها سورة البقرة كاملة، ولكن بسبب الأحداث اللي صارت بسوريا خسرت العمل اللي اشتغلته بسوريا كامل. عندما جيت على الأردن هون حبيت أعيد الفكرة من أول وجديد. هسه صار لي 11 سنة بشتغل على هذا المشروع، يعني بنشتغل حسب إمكانياتنا حسب القدرة اللي احنا بهاي وماشيين والحمد لله. هسه احنا دخلنا بسورة آل عمران وان شاء الله هسه مستمرين. طبعا توقفنا احنا عدة مرات بسبب الظروف بسبب كورونا بسبب عدة عوامل، فصار لنا 11 سنة وان شاء الله هسه نكمل حتى نهاية المشروع.